ميدو اكتر من كده انا مش هعمل. انا سبت مصنعي وشغلي ورحت لسراج باشا عشان يحرق دمي. عايز نعمل ايه اكتر من كده؟ بابا من فضلك اسمعني، انا الاول مره محتاج اتكلم معاك بجد من قلبي. اتفضل. انا لما قابلت رنا وحصل اللي حصل حاولت اجرب معاها الحاجات اللي بعملها مع كل البنات ومنفعش. ساعتها حسيت انا قد ايه حقير وزباله وتافه. لقيتني ساعتها بسأل نفسي سؤال واحد بس، هو انا موجود في الدنيا دي ليه؟ ها كمل. رنا خلتني اتفرج على نفسي من فوق، خلتني اعرف ان حياتي ملهاش معنى تافهه ملهاش قيمه، خلتني اعرف ان غبي وفاشل. ساعه ما رجعت من ايطاليا وانا قافل على نفسي باب اوضتي بسأل نفسي سؤال واحد، انت عايز ايه يا ميدو بالظبط؟ ملقتش جواب. بس حسيت اني لازم اتغير. انت عارف ان انا من ساعة ما رجعت من ايطاليا ما شربت السيجارة؟ ميدو انا بسمعك، كمل كلامك. مش عارف يا بابا، يعني مش عايز ارجع زي ما كنت تاني. مش عايز ارجع ميدو عز. ياه، اول مرة في حياتك تقول لي كلام يخش قلبي وعقلي. وناوي على ايه بقى يا بطل؟ ابعد عنها واركز في الشغل. عايز اخلص الكليه. عارف انا نفسي ابقى انجح شاب في اسكندريه كلها. وانا بوعدك يا ابني لو عملت كده عمري ما هفرط في اللي خليتك تتغير. لا 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 يا بابا، لا شو وقته. لازم اتغير الاول، لازم ابقى بني ادم بجد. ساعتها هروح اكلمها بنفسي وانا محمد عز اللي اتغير، مش ميدو عز اللي عزاه. صدقني يا ابني انا هجوزها لك حتى لو دفعت ثروتي كلها. في وقته كله في وقته.